السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناتكم قناة إسلام تفال. إن شاء الله هنكمل النهاردة في سلسلة الحلقات اللي هنتكلم فيها عن أقسام كلية الزراعة، طبيعة كل قسم، القسم بيهتم بمجالات إيه، وهنتخرج لما نتخرج من القسم ده أو من التخصص ده مجالات العمل اللي هتناسبنا أو اللي إحنا هنلاقيها هتكون إيه. النهاردة هنتكلم عن قسم مهم جدا جدا من أقسام كلية الزراعة، القسم ده ألا وهو الإنتاج النباتي. قسم الإنتاج النباتي قسم مهم جدا وبيضم عدد كبير من التخصصات، وقلنا إن هو بيتشعب لثلاث شعب، يا إما شعبة بساتين، يا إما شعبة محاصيل، يا إما شعبة إنتاج نباتي بيدرس فيها بساتين ومحاصيل مع بعض. وداخل شعبة البساتين بتتخصص يا إما خضر، يا إما زهور وزينة، يا إما فاكهة. عشان كده المجال ده واسع جدا، او القسم ده مجاله واسع جدا ومهم جدا جدا، قلنا لانه بيهتم بالفاكهة بالخضر بالزينة بالمحاصيل. طيب اللي يشتغل في القسم دوت او خريج القسم دوت ممكن يبدأ في مشروع صغير من مشاريع الانتاج النباتي، ويبدأ المشروع ده بيحقق ربح او عائد كبير جدا. فالمشاريع الزراعية او المشاريع النباتية لو هو عمل صوبة او صوبتين او ثلاثة واشتغل فيهم، بدأ يربي فيهم او يزرع فيهم خضر او زهور وزينة، او عمل مشروع زهور وزينة، المشاريع دي مربحة جدا جدا. طيب ده بالنسبة للقسم. القسم بيختص بدراسة زي ما قلنا الخضر، الفاكهة، الزينة، المحاصيل. طيب ايه هي فرص التعيين اللي متاحه في القسم ده؟ لو انا خريج قسم انتاج نباتي، ايه هي الفرص اللي ممكن تتيح ليا في زي كل الاقسام؟ ان انت لو من المتفوقين، من الطلبه المتفوقين، وطلعت الاول على القسم بتاعك، والقسم كان طالب تعيين معيدين في السنه اللي انت هتتخرج فيها، يبقى ان شاء الله هتنال ان انت تتعين معيد في التخصص ده او في القسم ده. طيب في حال ان انا ربنا ما اكرمنيش وما تعينتش، او القسم ما كانش محتاج معيدين، بيكون ليا فرصه كبيره جدا ان اتعين مساعد باحث، او في المراكز البحوث، في المركز القومي للبحوث او مراكز البحوث المختلفه، او مراكز البحوث بحوث الهندسه الوراثيه، لان انت في القسم ده بتدرس بعض المواد عن الهندسه الوراثيه في الخاصه بالنباتات اللي انت بتدرسها، او سواء اشجار او فاكهه او خضر او زينه. انت ممكن ان انت تشتغل كمان مهندس زراعي وتكون متخصص في مهندس زراعي متخصص، وتشتغل ان انت في وزاره الزراعه واصلاح الاراضي. ممكن ان انت تتعين في وزاره الزراعه واصلاح الاراضي ديت كمهندس زراعي متخصص. ممكن ان انت تشتغل مراقب جوده في شركات التصنيع الغذائي، اي شركه بتاع تصنيع غذائي خاصه بالفواكه او الخضر، انت بتقدر تشتغل فيها كمهندس زراعي او مراقب جوده. ممكن تشتغل كمهندس زراعي في الشركات بتاعه انتاج الاعقاب والبذور. ممكن تشتغل مهندس زراعي في شركات التجفيف بتاعه انتاج الخضروات والفواكه المجففه. ممكن تشتغل مهندس زراعي في اي شركه خاصه بالانتاج الزراعي، اي شركه بتنتج اي حاجه زراعيه انت ليك الحق ان انت تشتغل فيها. ممكن تشتغل في الحجر الصحي، مهندس زراعي في الحجر الصحي، ان انت تشوف الاغذيه اللي موجوده سواء فاكهه او خضروات ديت، هل هي صالحه للاستهلاك ولا لا، ودي فرصه كويسه جدا. ممكن انت تشتغل مهندس زراعي في محطات الفرز والتدريج والتعبئه بتاعه الحصلات الزراعيه، ودولت موجودين ومنتشرين جدا 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 في مصر، اللي هي شركات التعبئه وفرز وتصدير الحصيلات الزراعيه. ممكن ان انت تشتغل في هيئه الصادرات والواردات، او بهيئه تنميه الصادرات والواردات، مهندس زراعي، دولت بينزلوا اعلانات برضك وبتقدم، وبيكون في مسابقه او اعلان انت بتقدم، وممكن وديت برضك وظيفه كويسه جدا. ممكن كمان في فرصه كويسه اول القسم ده، ان هي ممكن تشتغل خبير بمكاتب الخبراء بوزاره العدل. ايه هي خبير بمكاتب الخبراء وزاره العدل ده؟ وزاره العدل بتبقى محتاج بعض الخبراء في بعض المجالات المختصه بكليه الزراعه. بعد ما تتخرج بتعمل مسابقه او اعلان، وده بس مش تنزل كل سنه طبعا، هما لما بيبقوا محتاجين ناس بيعملوا اعلان والناس بتقدم، ويبقى فيه اختبارات للقبول، ودي على فكره حاجه كويسه جدا جدا. كمان ممكن تشتغل المركز، قلنا المركز القومي للبحوث. ممكن تشتغل في مزارع الفاكهه، مزارع المحاصيل، مزارع الخضر. ممكن حاجه مهمه جدا ومفيده جدا، اللي هي مصمم حدائق لاندسكيب.
ان انت تصمم الحديقه، حد عايز يعمل حديقه، عايز تحط شجار، عايز تحط زهور وزينه، ممكن تشتغل في المشاتل، سواء المشاتل ديت كان مشتل فاكهه او مشتل خضر او مشتل زهور وزينه. والقسم ده في شغل كتير برضك بيكون متاح بالنسبه لاخواتنا البنات، وبتشتغل في انتاج شركات التقاوي، في المصانع بتاعه تصنيع الفاكهه والخضر، بمحطات التعبئه زي ما قلت قبل كده، ممكن ان انت تشتغل في وزاره الزراعه. دي كلها مجالات مفتوحه جدا، يعني مجال الزراعه يا جماعه لو يخش كليه زراعه المجال بتاعه مجال الشغل بيكون مفتوح جدا جدا، وقدامه مجالات كتيره جدا ان هو يشتغل فيها. المجالات اللي انا بقولها ديت دي كانت خاصه بقسم الانتاج النباتي او البساتين والمحاصيل. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، ولو في اي استفسار او تعليق بخصوص قسم الانتاج النباتي انا تحت امركم، سيبوا تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله يتم الرد عليه، وانتظروني في فيديو جديد مع قسم جديد من كلية الزراعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.